احنا عندما فقير يجينا عادة كثير من مثل واحد دا يتلف ماله يلقي ماله في البحر هالشكل، فتشي واحد يعطي، او اذا جاءونا لمشروع خيري واحد بصعوبة يعطي هذا المال كأنه هذا المال راح، لا هذا المال هو الذي بقي، المال الذي بذلناه للأكل والشرب والسفر هو الذي ذهب وهو الذي تلف راح. أنا صرفت نفسي وجهدي وأعصابي وعقلي وفكري لتحصيل هذا المال، هذا المال تحول إلى شنو؟ إلى طعام وانتهى، هذا هو الذي ذهب. المال الذي جعل الإنسان به مسجداً هذا هو الذي بقي.